الحلقة دي اتفقنا ان احنا هنتكلم فيها عن اللعيبة الخمسة اللي كاس العالم ده هيكون الكاس العالم الاخير ليهم، الارجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار، الفرنسي كريم بنزيما، والكرواتي لوكا مودريتش. مسيرة حافلة لكل واحد منهم، محتاج حلقتين ثلاثة يمكن كاس العالم يقرب ويخلص. وانا لسه ما خلصتش كلام عن الارجنتيني مثلا ليونيل ميسي، هل اتكلم ان هو فايز بالكوبا امريكا مع الارجنتين، ولا اتكلم ان هو افضل لاعب في العالم الحاصل على البالون دور 6 مرات، ولا اتكلم ان هو احسن لاعب في العالم على الاقل 6-7 مرات، ولا اتكلم على انه الفائز بالدوري ابطال اوروبا 4 مرات، ولا اتكلم عن الفائز بالحذاء الذهبي 5-6 مرات ولقب هداف الليجا 10 مرات، اتكلم عن ايه ولا عن ايه؟ اتكلم عن كونه اللاعب الافضل ممكن يكون في تاريخ كرة القدم. ليونيل ميسي الارجنتيني هو ده كاس العالم الاخير ليه، والفرصة الاخيرة لتحقيق كاس العالم. ليونيل ميسي ما كانش محظوظ قبل كده في تحقيق كاس العالم، والفرصة الاقرب كانت 2014 عند وصوله الفاينل كاس عالم البرازيل، ولكن في النهاية ماريو جوتزا واندريا تشولي وياخيم لوف والماكينات الالمانية حرمت الارجنتيني ليونيل ميسي من معادلة الاسطورة الراحلة دييغو أرماندو مارادونا من التتويج بكاس عالم 2010 برضو على حساب ألمانيا. خرج من دور 16 4-1، كانت هزيمة ثقيلة جدا. أيامها كان دييغو أرماندو مارادونا هو مدرب منتخب الأرجنتين. وبرضو في 2006 وكانت برضو كالعادة ألمانيا هي الدبة السوداء للأرجنتين وليونيل ميسي، خرجت الأرجنتين على حساب ألمانيا بركلات الجزاء. كاس عالم 2018 خرجت الأرجنتين من منتخب فرنسا في الدور 16 بعد خسارتها 4-3 في مباراة قريبة جدا. ولكن منتخب الأرجنتين الحالي منتخب أكثر نضوجا، منتخب أكثر تكاملا فنيا ونفسيا، منتخب جاهز لتحقيق بطولة كاس العالم، منتخب عنده روح، عنده عزيمة، عنده عقلية قوية، عنده قائد عظيم ليونيل ميسي، وعنده فكرة مهمة جدا هي أخيرا لازم نتوج بكاس العالم، أخيرا لازم نفوز بكاس العالم بعد ما كسبنا الكوبا أمريكا، ولازم نساعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لازم نساعد زميلنا والأفضل في تاريخ كرة القدم من وجهة نظر الكثيرين في التتويج بكاس العالم اللي هيجعله هو قطعا هو الأفضل في التاريخ.